إذا اليوم رح نحل المسألة أو المثال 5-1 من الكتاب. هذا مبني على أساس الديريفيشن اللي عملناها المرة الماضية. قلنا لو عندي دائرة زي هيك أو زي هيك، سواء استخدمت ترايك أو استخدمت تو باك تو باك أو أنتي بارالل إس سي آرز أو ثيرسترز، ورح ينتج عندي بفايرنج أنجل ألفا، رح ينتج عندي ويف فورم زي هذا. طبعا ألفا هون مساوية لألفا اللي موجودة هون. بتلاحظوا هاي بطلت فول ساينوسويد. لو هي كانت فول ساينوسويد، في ار ام اس لها بيساوي في ماكس على جذر التنين. لكن الان في ار ام اس لها بيساوي في ار ام اس للويف فورم الاصليه اللي هي الساينوسويد الاصليه مضروب في الفاكتور. هذا الفاكتور بيعدل القيمه. هذا بيساوي جذر 1 ماينس الفا على باي. طبعا الفا ايش لازم تكون اليونت تبعتها؟ ريديان، لان عم بقسم على 180 درجه بالراديانس، فهي لازم تكون هاي على هاي. بلس ساين 2 الفا على 2 باي. وزي ما حكيت لو كانت الفا 0 معناها الويف فورم هون، معناها في شيء ديلي، معناها الويف فورم صارت كامله، فالمفروض هاي القيمه قديش تطلع تحت الجذر؟ 1. وفعلا تطلع 1، لانه الفا لما تكون 0 بتصير 0 على باي 0 وساين 2 0 0، فبتصير هاي 0 وهاي 0 فبضل عندي 1، فبتصير في ار ان اس للويف فورم هي نفسها في اس للويف فورم الاصلي. ولو كانت الفا بتساوي باي، معنى انه عم باخر انا الفاري من هون 180 درجه، معناها ما فيش فارق، ما فيش ويف فورم، المفروض انها تطلع زيرو. فعلا بتطلع زيرو لانه باي على باي بتعطيني 1، 1 ناقص 1 0، وهذه اصلا هي ساين 2 باي هو زيرو، فبتصير هذه كلها زيرو. هلا المطلوب بالسؤال هون في عندي اكزامبل 5.1. اكزامبل 5.1 بقول انه انا عمالي بعطي ريزيستيف لود. ايش مثال على الريزيستيف لود؟ ممكن يكون هاي دائره دمى، دائره الدمى عندي ريزيستيف لود عمالي بعطيه بهذا الشكل، وبغير الفايرنج انجل. بتغير الفايرنج انجل بغير الار ام اس تبع الفولتج وبغير الار ام اس تبع الكرنت. لاحظوا هون شكل الكرنت راح يكون بالحاله هاي هو نفس شكل الفولتج تماما، لانه هون عندي ريزيستيف لود، فمش راح يمر، ما راح يكون شكل الكرنت مختلف عن شكل الفولتج. فعندي هون هاي الفولتج، ولو كان مثلا نفترض انه ار كانت 2 اوم عشان اسهل الرسم، نص راح تكون عندي تقريبا هون هيك، هذا راح يصير اي هون نفس الشيء. فشكل الويف فورم تبع الكرنت بيشبه تماما شكل الويف فورم تبع الفولتج، بس سكيل، يا سكيل اب يا سكيل داون حسب قيمه ار. ار مثلا في الحاله هاي فرضا لو اخذتها 2 اومز راح تكون هذه الويف فورم هي نص الويف فورم دي، كاني عملتها وضغطتها بمقدار 2. فبهاي الحاله الار ام اس اي ار اس راح يكون نفسه هو في ار ام اس بس مقسوم على ار، لانه شكل الويف فورم متماثل تماما. اذا هلا هون المطلوب في السؤال بدي اطلع الباور فاكتور تبع السبلاي. الباور فاكتور هو عمله بغذي هاي الدائره. هلا الباور فاكتور بتعريفه العام شو بيساوي؟ دائما الباور فاكتور بيساوي الريل باور على الابارنت باور في كل الحالات. الريل باور، طيب الريل باور مين اللي عم بيستهلكها هون؟ هل هدول بيستهلكوا الريل باور؟ لا. مين اللي بيستهلك الريل باور؟ ريزيستر. اذا مباشره لو انا قدرت اطلع في بدها تساوي اي ار ام اس، لازم هاي تكون ار ام اس، مش هيك؟ بصيرش تكون هاي افريج او اي قيمة ثانية، لازم تكون اي ار ام اس. اي ار ام اس سكوير مضروبة في ايش؟ في ار. إذا أنا إذا قدرت أطلع اي ار ام اس طلعت بي. طيب واس شو بتساوي؟ بحالة هون. خليني أرسم خط هون، راح أحط خط هون كأنه هذا الخط بيفصل السبلاي عن اللود. إيش عماله بنتقل عبر هذا الخط الأزرق؟ في عندي في ار ام اس، وإيش كمان عندي؟ اي ار ام اس. إذا تعريف اس هي عندي هون اي نسميه ار ام اس وفي ار ام اس اللي موجوده هون. في ار ام اس اي ار ام اس، هلا لاحظوا اي ار ام اس هو نفسه اي ار ام اس اللي مر هون، مضبوط؟ اذا اس بدها تساوي الاس كقاعده عامه بتساوي في سبلاي ار ام اس مضروبه في اي سبلاي ار ام اس. هلا هون لاحظوا في اختلاف مهم. في اس ار ام اس ايش هي؟ السورس اللي هي ويف فورم الكامله، مش الويف فورم مقطوعة، لانه في لود ار ام اس هي هاي. يعني هاي لو بدنا نكون دقيقين المفروض انا احسن ايش احط هون؟ في لود ار ام اس وفي اس ار ام اس. فانا ميزت ما بين الار ام اس تبع الفولتج تبع السورس او السبلاي والار ام اس تبع اللود. هون مين اللي باخذ؟ لما
بدي احسب الباور فاكتور لما بدي احسب اس اللي جاي من السورس باخذ في اس ار ام اس في اي اس ار ام اس. لكن احنا عندنا بالحاله هاي انه اي سبلاي ار ام اس بتساوي اي لود ار ام اس نفس الكرنت اللي ماشي هون وراح يمشي هون. لما هذا بطفي خلص رح يوقف الكرنت هون، ولما هذا بيشتغل رح يمشي الكرنت من هون. لكن في سبلاي ار ام اس لا تساوي في لود ار ام اس، مضبوط؟ هذه شكلها زي هيك، وهي شكلها فيها الفا الفا يعني. ماشي؟ اذا هدول في بينهم بس هدول هم نفسهم. اذا انا الان حتى احسب الباور عمليتي سهله، خطتي سهله. الباور حتى احسبه بدي اي لود، يعني هاي كانها اي لود ار ام اس، مش هيك؟ اي لود ار ام اس كيف بحسبها؟ من في لود ار ام اس، وفي لود ار ام اس وين بحسبها؟ من الفورمولا هاي. اذا خلينا ناخذ السؤال، السؤال بقول انه عندي في سبلاي ار ام اس بيساوي 240 فولت. فعندي بالحالة هاي هذا بيساوي 240 فولت. عادة إذا ما حكاش شيء شو بفترض إنه هذا الفاليو؟ ار ام اس 240 ار ام اس. إذا عندي في اس هون 240 فولت، إيش كمان عندي؟ السبلاي 50 هرتز ما راح أحتاجها بس رح أحطها هون 50 هرتز. الريزستر هون 200 اوم. هلا بده الباور فاكتور على 30 و 150 على الفا بتساوي 30 30 درجة والفا بتساوي قديش انا قلت؟ 150. إذا بدنا نحسب الحالتين هذول ايش الباور فاكتور؟ إذا حتى احسب انا راح اعوض تعويض مباشر، خلينا نحسب في لود ار ام اس، في لود ار ام اس بدها تساوي هاي مباشر بعوضها 240 هي عندي من هون، هي ار ام اس الفاليو، لو كانت مش ار ام اس بدي احولها لو كانت هذه بيك، بس عادة احنا لما ننعطى فولتج بنقول الفولتج سورس 240 ساينوسويد وال 50 هرتز مفهوم انه ار ام اس هذه هون 240. طيب هون ايش بدنا ننتبه بالنسبه للالفا؟ 30 لازم احولها ريتم. اذا لو 30 قديش 30 بالنسبه ل 180؟ 1 على 6 مش هيك؟ اذا تكون 1 على 6 باي، اذا هاي بتصير 1 ناقص 1 على 6 باي على باي مش هيك؟ شو بتصير هذه؟ 1 على 6 6 باي على باي شو بتعطيني؟ 1 على 6 اذا باي بتشرب مع الباي بتصير هذه هون 1 على 6 زائد ساين 2 في 30 ساين ال 60 قديش ساين ال 60؟ بعدين ايش عندي هون 2 باي قديش ساين ال 60؟ ساين ال 30 نص ساين ال 60 0.886 على 0.866 اللي هي جذر ال 3 على 2 فبتصير هذه عندي هون 240 وعندي هون 1 ناقص 1 على 6 زائد هاي بتصير جذر ال 3 على 2 في 2 على 4 باي. قديش تطلع معنا هاي؟ 236 ونص 230 36 ونص 236 ونص فولت، يعني ما نزلتش غير 3.5 فولت على 240 مضبوط؟ خلينا نتأكد مضبوط يعني تبدو قريبة كثير، معقول ال 30 ما اثرتش غير هالقد؟ مضبوط كلام صحيح جوابك صحيح. انا بس استغربت انه ال 30 ما اثرش كثير بس الحسابات صحيحه. طيب اذا قديش بيطلع معي اي ار ام اس؟ كيف بحسب الان اي ار ام اس؟ اي لود ما حتى نضل ناكد على حالها انه هذا اي لود ار ام اس، اي لود ار ام اس شو راح يساوي؟ راح يساوي 230 36 على 200 قديش بيطلع؟ 1.18 امبير. اذا هذا بس الاي لود ار ام اس هو نفسه اي سورس ار ام اس. اذا بقدر الان احسب بي وبقدر احسب اس. بي شو بتساوي؟ بي بدها تساوي اي لود ار ام اس تربيع في ار اللي هي 1.18 تربيع في 279.6 واط. طيب واس بدها تساوي في سورس ار ام اس، في سورس ار ام اس قديش؟ 240 تمام 240 في هلا هذا نفسه اي سورس ار ام اس ونفسه اي لود ار ام اس اللي هو 1.18. طبعا اذا طلع عندي هذا الرقم اقل من هذا الرقم معناها شو بكون؟ بكون عامل غلط انا مش هيك؟ بصيرش اس يكون اقل من بي. قديش بيطلع 240 في 1.18؟ قديش؟ 283 283 83
فاصل 2 واط. اذا الباور فاكتور تقريبا قريب جدا للواحد، يعني اللي هو كوساين فاي او باور فاكتور يساوي 270 79 و6 بالعشره على 208 83 و2 بالعشره يساوي قديش طلع بوينت؟ 0.98. طبعا هو راح يطلع بالحاله هاي معنا لاجنج. ليش لاجنج؟ ما فيش عندي اندكتيف. اذا بدي اسميه لاجنج هو اقرب لللاجنج لانه في ديلي عم بعمل انا ديلي هون. الكرنت مش متاخر عن الفولتج. هلا ممكن ما استعملش هذا التعبير بس ممكن افكر فيه انه لاجنج كانه لاجنج. بس احنا على اي حال طلع معنا الرقم اللي هو 0.98 باور فاكتور. بس ال 30 درجه ما اثرت كثير يعني ما نزلتوش كثير، بس هلا على 150 طبعا راح يصير في تاثير كبير. رح نحلها على 150 هناك او خليني امحي هذا الجزء واستعمل هاي المنطقه لحمل الجزء الثاني. اذا نفس الشيء نطبق الان راح نطبق راح اطلع في لود ار ام اس بس الان على زاويه مختلفه اللي هي 150. اذا في لود ار ام اس بتساوي 240 في 1 ناقص هلا هاي راح تصير 5 على 6 مضبوط مش هاي 5 اسداس 180 اذا هاي راح تصير 5 على 6 زائد ساين 300 على 2 باي. شوف لي يا فارس قديش تطلع هاي؟ 40.7 فولت. هلا بدي احسب اي ار ام اس اي لود. كويس تضلك تذكر حالك مين اللود ومين السورس، ها؟ انه سورس انه سبلاي او لود. هذا لود ار ام اس يساوي 40.7 على 200 اللي هي تقريبا 0.2 امبير. اذا هلا صار سهل اني احسب الباور مش هيك؟ الباور بدها تساوي اي سكوير ار اللي هي 0.2 تربيع في 200 اللي هي بتصير 0.04 80 مش هيك؟ 80 واط؟ 8 واط. وبعدين عندي اس بدها تساوي بتضلها هاي 240 وهاي بتصير 0.2 لانه اي سبلاي ار ام اس بتساوي اي لود ار ام اس. 2 في 240 تطلع قديش؟ 48 واط. اذا الباور فاكتور الان بيساوي 8 على 48 اللي هي 0.16 او 0.17. قديش 8 على 48؟ 1 على 6 0.17 او 0.16 دوري مش هيك؟ ماشي. اذا طبعا اختلاف كثير بين الباور فاكتور هون والباور فاكتور